تقدر تسحب هذه الطاقة الجميلة أو هذا الدعم خلال كل هذه السنوات اللي مرت عليكم؟ من إيش بي 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 نقول استمديتوا طاقتكم؟ طبعاً يعني هي كل نوع من الدعم له تفصيل. فلما نتكلم عن الدعم المادي، نحن عندنا عدة مشاريع. في مشاريع مثلاً وقتية تحتاج دعم مادي لوقتها، فنتواصل مع الجهات اللي بتدعمنا بنسوي المشروع. المشروع الرئيسي اللي هو البلاغات تقريبا ما بتحتاج فيه دعم، لانه انت مجرد ترفع بلاغ بتنزل وبتحتاج وقت. يعني يمكن في مقوله سمعتها من الدكتور وليد واحده من مقابلاته، دكتور وليد فتيحي، كان يقول تحتاج انسان وتربه ووقت تقدر تسوي اللي تبغاه. فهذا اللي عندنا، نحن عندنا انسان وعندنا وقت وعندنا التربه. فهذا الشيء اللي نحتاجه، كنا تنزل وتشوف البلاغ وتبلغ وترفع، يعني هذا اللي نحتاجه. هي يعني اعمالكم معتمده بشكل كبير على اللي هي الحضور الجسدي والمتابعه والنظر والمراقبه، يعني مسؤوليه. اول شيء في حس مسؤوليه، لابد يكون في حس مسؤوليه. ما شاء الله عليكم. طيب انا بسالك بس، اول شيء في حس مسؤوليه، لابد يكون في حس مسؤوليه. ما شاء الله عليكم. طيب انا بسالك بس، انتم قدمتوا عدد كبير من البلاغات خلال هذه الفتره الطويله، تقدر تعطينا عدد، تقدر تعطينا رقم كم عدد البلاغات اللي قدمتوها، وايضا ايش انواع البلاغات؟ يعني حفره، مطب، عمود، صندوق مكشوف، ايش هي بالضبط؟ طيب هو نحن ما عندنا عدد دقيق، لكن فوق ال 3000 بلاغ. يعني ما شاء الله فوق ال 3000 بلاغ نحن خلال 3 سنوات. ما شاء الله. لكن عدد دقيق ما عندنا امكانيه انه نعرف، لكن طبعا البلاغات يعني تتنوع. في من البلاغات كانت اكثر البلاغات هي طبعا الحفر، عند المشاكل الحفر، بعدها تجي ايضا بلاغات الكهرباء، اسلاك الكهرباء المكشوفة، الكبائن المكشوفه. ايوه. ايضا في من انواع البلاغات اللي هي تكون destroyed we not the former folk. ألم نهلك الأولين؟ Destroyed we not the former folk. ثم نتبعهم الآخرين. Then caused the latter folk to follow after. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. Thus deal we ever with the guilty. كذلك نفعل بالمجرمين. Thus deal we ever with the guilty. Now يقولون لنا الجهات ما تسوي، بعد ما يتعاملوا ونوريهم الطريقة وينجز البلاغ يبدأوا يشكرونه ويبدأوا خلاص، بعد كذا هم بنفسهم يرفعوا بلاغات ويكلمونا، رفعنا هنا ورفعنا هنا وسوينا هنا. جميل. ما الذي يطمح إليه فريق التطوعي مسؤوليتنا؟ فين شايفين وإيش أمالكم؟ إن شاء الله يعني نحن توجهنا إنه نخلي في السعودية تقريبا في كل مكان يكون بيئة آمنة يا رب لجميع الناس. هذا يمكن هذه رؤيتنا وهذه رسالتنا. بس لما المهندس مهند يجلس مع نفسه ويفكر في الموضوع، لفين بيوصل الأفق؟ لفين بيوصل هذا التفكير اللي مع تنهيده إنه يا رب أقدر أحقق هذا الشيء؟ يعني ممكن إن شاء الله نكون زي نظام عالمي، ستاندر للسلامة في دولتنا،
بحيث انه اي جهه حابه تسوي شيء او ترجع لمسؤوليتنا في الستاندر السلامه وتتبع الانظمه تكون من عندكم تنطلق هذه باذن الله. انا بس بسال بس مهندس حاجه كذا اخيره، هو اعتقد الان في تطبيقات اتوقع موجوده من خلال الجهات الحكوميه بامكان الشخص يبلغ عليها، صح؟ هي كلنا امن، احنا عندنا تطبيق الحكومي كلنا امن ايضا ممكن. فيها اللي هي في شيء اظن يخص الامانه، مضبوط؟ أيوه في شيء اللي هو بلاغات الامانه. اذا الرسل اقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. جائزة ثمينة فاغتنموها. مشاهدينا الكرام، كن كذا وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم، إن شاء الله لاقت استحسانكم، وترقبوا حلقاتنا القادمة. ويسعد مساكم. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع. من فكرة الكتاب وحتى خروجه إلى النور، نناقش النور، نناقش الكاتب في كل التفاصيل، ونتعرف على ما لم تسعه السطور. كاتب وكتاب مع مروى جمال تشاهدونه يوميا في 7 مساء، ويعاد يوميا في 10:45 دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة اقرأ.